أهلا بك سيد مفيد عبر سكايب من عمان. يعني نريد بما أنك يعني دبلوماسي أمريكي سابق، نريد أن نعرف أكثر عن كيف يتبلور الموقف الأمريكي حتى هذه اللحظة من المشهد التونسي. لاحظنا أن هناك بيانات صيغت بحذر من البيت الأبيض وأيضا من خلال وزارة الخارجية الأمريكية على لسان وزير خارجية الولايات المتحدة، يعني توصف هذه البيانات بأنها ربما حذرة قلقة وغير واضحة إلى حد ما. بالتالي ماذا تقرأ من الموقف الأمريكي؟ أولا صباح الخير، صباح النور، وأحييك وأحيي ضيوفك ومشاهديك الكرام. أهلا بك. أعتقد أن الموقف الأمريكي لا زال مرتبكا إلى حد ما كما هي بقية العالم. صراحة الولايات المتحدة تدرس بعناية ما يحدث في تونس حاليا، لم تصل إلى حد أن تصف أن ما حدث في تونس هو انقلاب، لأن تصنيف ذلك بأنه انقلاب يعني العديد من التبعات. أول هذه التبعات أنه إذا وصفت الولايات المتحدة أن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو انقلاب، يعني توقف المساعدات الأمريكية السنوية التي تزيد عن 350 مليون دولار لتونس، وبالتالي فإن الولايات المتحدة قلقة، إنما هي لم تحدد حتى الآن ما إذا كان ما قد حصل في تونس هو انقلاب فعلا، لكنها قلقة. طيب بالتالي يعني برأيك يعني لماذا هي يعني لا تسمي أو لا تنحاز للطرف الذي يمثل المسار الديمقراطي الذي يمثل الديمقراطية في تونس؟ يعني لماذا؟ هل هناك أسباب؟ يعني الولايات المتحدة تريد أن تدرس، وزارة الخارجية الآن عاكفة على دراسة ما حدث في تونس فعلا، وهي على اتصال مع كل الأطراف السياسية المهمة في تونس لمعرفة ما إذا كان ما قد حدث فعلا هو انقلاب، هو توغل أو تغول عفوا على الدستور، على التركة الديمقراطية في تونس أم لا. هي تريد أن تحدد بالفعل ما حدث في تونس بشكل دقيق ولكن حتى الآن قبل سيد أن مفيد، ترسله. حتى الآن هي تتجاهل إدارة بايدن تحديد القوى التي تعتقد أنها تمثل الديمقراطية. هذا التجاهل إلى أي مدى سيستمر؟ أعتقد أننا نتحدث عن أيام فقط وليس عن أسابيع أو أشهر. ستصدر وزارة الخارجية الأمريكية خلال بضعة أيام فعلا قرارها الخاص بما حدث في تونس، وإذا تبين أو تأكد لمسؤولي وزارة الخارجية أن ما حدث في تونس هو انقلاب، هذا يعني تغييرا جذريا للعلاقة الأمريكية مع تونس منذ العام 2011 حين انتصرت الديمقراطية في تونس، انتصرت الثورة الشعبية في تونس، لكنها لا تريد أن تستعجل الأمور، تريد أن تدرس ما يحدث في تونس حتى هذه اللحظة. هناك تأييد لموقف الرئيس قيس سعيد، وهناك أيضا تأييد لموقف المعارضة الممثلة في مجلس النواب وفي حركة النهضة التي هي جزء أساسي من مجلس النواب التونسي. طيب أيضا تشير صحيفة الواشنطن بوست سيد مفيد بأن ردود فعل إدارة بايدن ربما يعني تنم عن عدم قدرة أو عدم رغبة لفعل الكثير. هذا جاء في مقال في واشنطن بوست قبل ساعات، هل تتفق معه؟ يعني دعني أؤكد أن إدارة بايدن تؤيد أن تكون تونس دولة ديمقراطية، دولة ذات نظام ديمقراطي، وهي كما نعرف جميعا الدولة العربية الوحيدة من دول الربيع العربي التي فعلا
يعني أعطت بصيصة أمل للجماهير العربية بأن هناك إمكانية لإقامة نظام ديمقراطي ليبرالي فعلي في دولة من دول العالم العربي. الولايات المتحدة في عهد الرئيس بايدن بالتحديد، التي هي امتداد صراحة لإدارة الرئيس بايدن التي كانت في الحكم حين حدث الربيع العربي، تريد أن ترى ذلك يعني التحول الديمقراطي ولو على الأقل في دولة عربية واحدة. إذا لم يحدث ذلك، وإذا كانت قرارات الرئيس قيس سعيد فعلا هي قرارات تنم عن انقلاب كما حصل في بعض الدول العربية الأخرى، فستكون هذه يعني بصراحة بمنتهى الصراحة يعني مثيرة للاستياء للولايات المتحدة نعم. التي كانت تتمنى فعلا في عهد الرئيس أوباما وفي عهد الرئيس بايدن أن تكون هناك على الأقل دولة عربية واحدة نجحت في اجتياز اختبار الديمقراطية ووصلت إلى عهد يمكن أن نسمي فيه أن تونس أصبحت دولة ديمقراطية طيب، ليبرالية. يعني أنت تقول سيد مفيد بأن لو صدر توصيف للحالة التونسية من جانب إدارة بايدن بأن ما حصل هو انقلاب فسيكون هناك استياء. نريد أن نعرف بالضبط على ماذا سينطوي هذا الاستياء. هل يعني ماذا ستفعل الولايات المتحدة؟ يعني ماذا لديها من أوراق ضغط على الرئيس قيس سعيد؟ دعني أؤكد أنه منذ البداية إذا أقرت وزارة الخارجية الأمريكية بأن ما حصل في تونس خلال 48 ساعة الماضية هو انقلاب، ستتوقف المساعدات الأمريكية فوراً لتونس التي تبلغ حوالي 350 مليون دولار. ثانيا، سينظر فورا في طبيعة العلاقة بين الولايات المتحدة وبين تونس التي كانت علاقة يعني على مستوى عال جدا خلال السنوات العشر الماضية، حتى في سنوات ترامب الذي لم يكن من المؤيدين للديمقراطية في العالم العربي، ولكن إدارة بايدن ستنظر إلى هذا على أنه تغيير جذري في علاقة الولايات المتحدة مع تونس التي كانت تنظر إليها على أنها هي يعني بصيص الأمل الوحيد في العالم العربي خلال العشر سنوات الماضية التي قادت إلى تجربة ديمقراطية جديدة وليدة منورة للعالم العربي. هناك تبعات كثيرة جدا جدا ستحدث على صعيد العلاقة الأمريكية التونسية إذا ثبت فعلا لوزارة الخارجية أن ما حدث هو انقلاب وليس محاولة لتصحيح الأوضاع كما يقول الرئيس سعيد. ولكن لماذا تحتاج إدارة بايدن لكل هذا الوقت ولديها مواقف الآن؟ يعني في الكونغرس الأمريكي السيناتور لينسي جراهام حذر من خروج الأمر عن السيطرة ووصف ما يجري في تونس بأنه عدوان، وعدوان يستهدف القضاء على الديمقراطية، وأيضا حذر من ترك الأحزاب التونسية المعترضة على قرارات الرئيس قيس سعيد، حذر من تركها لوحدها تواجه مصيرها في داخل تونس، وربما أشار من خلال تصريحاته بأن ترك الأمر على ما هو عليه ربما يخرج الأمور من السيطرة، يعني العنف. وبالتالي لماذا تحتاج إدارة بايدن كل هذا التفكير، كل هذا الوقت، ولديها هذه التصريحات وهذه المواقف داخل الكونغرس؟ يعني طبعا لينسي جراهام جمهوري ومواقفه معروفة تجاه العديد من القضايا، وهو بالتأكيد لا يعبر عن مواقف إدارة الرئيس بايدن. لكن دعني أؤكد أيضا أن هناك قلقا في الولايات المتحدة، وهذا كان الموقف الأولي لإدارة بايدن، أن هناك قلقا شديدا
تجاه ما يحدث في تونس، ولكننا أيضا نريد أن ندرس الوضع كما هو، نريد أن نتواصل مع جميع الأحزاب السياسية في تونس عبر سفارتنا في تونس، وأن نتأكد من أن ما حصل هو فعلا نوع من الانقلاب. حتى الآن صراحة الصورة ضبابية إلى حد كبير، هناك أحزاب وهناك حتى مجموعات شعبية في تونس تؤيد ما حدث خلال اليومين الماضيين، ولكن سفارتنا في تونس تدرس هذا الوضع وستقدم وقدمت تقاريرها باعتقادي إلى المسؤولين في وزارة الخارجية. الوزير الخارجية توني بلينكن تواصل مع الرئيس قيس سعيد وهو أكد له أن عليه أن يحتفظ بالمؤسسات الديمقراطية والدستورية لتونس، لأن هذه كما قلت هي بادرة الأمل الوحيدة في العالم العربي بعد ثورات الربيع العربي التي بدأت في تونس أيضا في العام 2010. العالم العربي كله والعالم كله ينظر إلى تونس على أنها البلد الوحيد التي نجحت فيها على الأقل الثورات العربية في العام 2010. طيب، أيضا في صحيفة الواشنطن بوست مقال يدعو الرئيس الأمريكي إلى الوقوف بقوة مع الديمقراطية ضد الاستبداد. هناك رأي عام ضاغط ربما داخل الولايات المتحدة باتجاه أن يقف بايدن مع الديمقراطية، وهي المبادئ التي يتبناها الرئيس الأمريكي جو بايدن. في حال نبحث السيناريوهات، في حال تم توصيف ما حصل في تونس بأنه انقلاب، وهو بطبيعة الحال سيكون مكلف على الإدارة الأمريكية من حيث الفعل السياسي المطلوب من جانب الرئيس بايدن، في حال وصفها بالانقلاب ماذا سيكون، كيف ستكون الأمور، وفي حال عدم توصيفها بانقلاب ما تداعيات هذا الأمر؟ كما قلت، إذا تم توصيفها من قبل وزارة الخارجية ونحن لدينا خبراء قانونيون يعني يدرسون هذه المواضيع بشكل متأني جدا جدا ويرفعون تقاريرهم إلى المسؤولين الرئيسيين، وزير الخارجية ومن ثم إلى الرئيس، أعتقد أنه إذا تم توصيف ما حدث فعلا حتى الآن في تونس بأنه انقلاب ستكون هناك تبعات يعني سياسية ومالية وأمنية شديدة الوطأ على تونس. كما قلت ستتوقف فورا المساعدات الأمريكية البالغة حوالي 350 مليون دولار سنويا لتونس، ستتوقف المعاملة المتمثلة في معاملة تونس بأنها بلد ديمقراطي في العالم العربي، ستتوقف العلاقة الأمنية والسياسية وإلى آخره بين الإدارة الأمريكية وبين تونس. لكن أعتقد أن نحن الآن على مبعدة بضعة أيام وليست أسابيع حتى نتبين من خبراء وزارة الخارجية ما إذا كان ما حدث في تونس فعلا هو انقلاب على الدستور، انقلاب على الأعراف الديمقراطية، انقلاب على كل ثمرات الديمقراطية في تونس خلال العشر سنوات الماضية، أم أن ما حدث هو عملية تصحيح يمكن احتواؤها بين الرئيس سعيد وبين المعارضة الممثلة في حركة النهضة وفي البرلمان التونسي. طيب.